السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطبيق توكلنا يجدد التذكير بآلية حجز لقاح كورونا للعمال. متابعينا لأول مرة، رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، ولا تنسونا بلايك حتى ننقل لكم المزيد. جدد تطبيق توكلنا التذكير بآلية حجز لقاح كورونا للعمال، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلا: كيف أحجز لقاح لعامل؟ ورد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي تطبيق توكلنا عبر موقع تويتر لتقديم طلب الحصول على اللقاح للدخول للحساب في توكلنا، ثم من صفحة الخدمات اختيار لقاح كورونا، ثم تحديد الشخص صاحب الحساب تابع أو مكفول، وأضاف ثم اختيار التقديم على لقاح كورونا، ثم تعبئة المعلومات المطلوبة، ثم الإقرار وإرسال الطلب، ثم سيرسل الطلب لوزارة الصحة للدراسة. وعن التسجيل في التطبيق، قال: التسجيل للزائرين يتطلب التواجد داخل المملكة وإدخال رقم الجواز وتاريخ الميلاد، تحديد الجنسية إدخال رقم الجوال وكلمة المرور. متابعينا، لو أعجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل الاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.